في بطن هذه الصحراء تتشكل مقاومة شبوة وتأخذ يوما بعد آخر طريق التطور والاكتمال. فخوض مواجهة جديدة ونهائية مع الميليشيا يتطلب المزيد من الاستعداد وترتيب الأولويات، وهو ما تقوم به اليوم قيادة الجيش الوطني بالتنسيق الدائم مع المقاومة في المحافظة، كما عزت تأخير الحسم وإعداد الخطط وأخذ الوقت اللازم لتنفيذها. ليش هناك أي تأخير في المعركة؟ وإنما هناك خطط عدت من قبل رؤساء الأركان العرب ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية والقيادة السياسية، وهي تمشي بوتيرة حسب الخطط المعدة، لا زمن يسبق زمن وإنما حسب الخطط المعدة لها مسبقا. فالحرب إن لم تأخذ مسارها الجاد في التجهيز وتنسيق الجهود لا تعرف السبيل أيضا إلى لذة الانتصار وحلاوته، ويبقى مذاقها المر عالقا في الصدور قبل الأفواه. حتى التجانس هنا بين المقاتلين وطعامهم يأخذ اسمه من المكان، فبادية شبوة تتحضر للخلاص من الميليشيا في أكثر من طريقة. معسكر المقاومة الذي يساهم الجيش الوطني بتشكيله ويقدم له الدعم المستمر يزخر بتجهيزات واسعة، فهذا المقاتل في صفوف المقاومة منهمك في التواصل، إذ تأخذ الاستعدادات أسلوباً على أوسع نطاق. ولا غرابة في غمرة الحرب أن تحضر التكنولوجيا في خيمة بقلب الصحراء الشرقية. قدم هؤلاء المقاتلون إلى هنا ليس لشيء إلا لتحقيق النصر، فنصبوا المطارح وخاضوا عرضاً عسكرياً بمعداتهم وعرباتهم، فلا يمكن لشيء أن يفسد طقس الميليشيا في اجتياحها لشبوة أكثر من هذه المشاهد.